Hello my students, النهاردة هناخد lesson 2 و lesson 3 في unit 10. هنتكلم عن the future simple، المستقبل البسيط. المستقبل البسيط بستخدمه لما عاوز اتكلم عن حاجة لسه هتحصل في المستقبل. طيب بيتكون من ايه الزمن ده؟ عندي ال affirmative form، الصيغة المثبتة بتاعتي تتكون من subject، بيجي وراها will، وراها ال verb infinitive. will ممكن اختصرها ل apostrophe double l. صيغة النيجاتيف النفي تتكون من السبجكت، بيجي وراها want، وبعديهم الفيرب انفينيتيف. want اللي هي اختصار ل will not. طيب الكيوردز بتاعت الزمن ده عندي tomorrow يعني غدا، عندي next ممكن يبقى next week، next month، next year، وهكذا. عندي in the future يعني في المستقبل. طيب ازاي اعمل سؤال في الزمن ده؟ making questions in the future simple. عندي نوعين من الأسئلة، أول نوع عندي WH questions، وده بيتكون من question or will subject وراهم verb infinitive. النوع التاني اللي هو yes or no questions، ده بيتكون من will بحطها في الأول، بيجي وراها subject وبعديهم verb infinitive. note، ملاحظة عندي the short form answer to these questions، الإجابة المختصرة لهذه الأسئلة اللي هي أسئلة yes or no. لو عايز أجاوب yes بقول yes، وبيحط بعديهم subject وبعديهم will. لو هجاوب no يبقى no والsubject وبعديهم want. ده شرح مختصر لزمن future simple.